طب باب دلوقتي. الحارة، أنت بتقول إنك ندمان إنك شاركت بباب الحارة، مع إنه دورك علم كتير بالوطن العربي وحكيوا عنه ايه كتير. بس هو الدور ما كان له حلول انسانيه، يعني بهذيك الفتره بهذيك المرحله انا كثير تناقشت انا والمرحوم بسام الملا بهذا الموضوع، هذا كان سبب خلافنا، انه هو نتيجه كل هالواسطات اللي بهداك العصر، يعني كان المختار بيحلها، شيخ يعني الحاره الزعيم بيحلها، انه ما حسنوا يخلوه يسامح، يعني كانت الشخصيه احاديه سلبيه 100%، ما في هيك شخصيه بالحياه. تندم على دورك؟ شوفي بندم انه اشتغلته، بس انا وين ما بروح هلا بيقولوا لي ابو عرب، يعني بتفاجئ يعني كمان، يعني انا كمان مالي حسنان اندم. عرفتي شلون؟ يعني الجمهور حابه ما بعرف ليش، انا حابه هو كدور، بس انا كشخصيه الى سيروره وابعادها بقلب العمل ما كنت موافق عليها. طب اي شخصيه انت بتحبها كثير وبتقول انه هاي الشخصيه نجمتني طلعت لي اسهم كثير؟ هلا هي اكثر شخصيه طالعت لي اسهمي يمكن ابو ليلى بسائق التاكسي، يعني ابو جانتي، بس انا من الشخصيات اللي بحبها مثلا بحب شخصيه صابر بالانتظار، الشخصيات اللي انا بحبها واللي كنت كثير خايف عليها، لانه هي كانت يعني شعره بين الكوميديا وبين الجد، يعني انا شاغله مختلطه يعني كوميديه تراجيديه، يعني فكانت كثير حساسه الشخصيه طبعا. أنا والأستاذ ليس حجو اشتغلنا عليها هيك منيح لحتى